كما تم إطلاق العديد من المشاريع الكبرى والمهيكلة لتشكل قاطرة لخلق النشاطات الاقتصادية ومناصب الشغل. وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293,912 تنصيب سنة 2022 إلى 373,655 تنصيب سنة 2023، أي بزيادة قدرها 22%، مع العلم أن 83% من هذه التنصيبات تمت على المستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلاً عن عملية الإدماج الكبرى التي مست أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي الذي شهدته الجزائر. وقد بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40% نسبة 69% من إجمالي التنصيبات السالف ذكرها في القطاع الاقتصادي الخاص. كما تم التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى جملة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، وأهمها تحديد مبلغ الاشتراك السنوي الذي قدره 24,000 دينار جزائري، يعني 2,400,000 باللغة تاعنا، استثناء عن القاعدة العامة لهذه الفئة وفق مبدأ الاختيار بين الاستثناء أو نمط الاشتراك المعمول به لهذا المقاول الذاتي، مقابل الاستفادة من جميع الأداءات التي يغطيها النظام الوطني للعمال غير الأجراء. ومن أجل تشجيع العمال الأجراء والموظفين على خلق نشاطات، تم تأسيس للحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لفائدة هذه الفئات.